الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام، انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الرئيسي للإبكار الصعوب من مسافة 1500 متر. متابعين الكرام، انطلق مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى. من تتقدم هناك مزنة يا مزنة، تنطلق بشعار عبد الرحمن بن صالح أبو صلعة. من ينطلق مع المركز الأول، نقلتنا مع المركز الثاني وحاملة الرقم 2 كبة من تنطلق، ومبارك بن حمد الضعيف من ينطلق ثالث الأسماء والمنطلقين. يا متابعين، المتقدمة بنت الحصان وجاسم الزبداني من ينطلق، ورابع الأسماء هنالك الجزيرة وبن طفلة من ينطلق مع الجزيرة. أرجوكم يا مضمرين هدوء الأعصاب، ما زالت هناك مسافة متبقية 500 متر ما تفصل عن الناموس. أعود إلى قبة، أعود إلى الضعيف مبارك بن حمد. من ينطلق مع المركز الأول؟ من ينطلق مع الصدارة الأولى؟ وبهذا العرض الجميل والرائع ينطلق. الله، يا سلام، قبة على الموقعة الصحيحة، قبة على الموقعة التي يعشقها جميع المشاركين والمنطلقين. تفتتح المية المتر الأخيرة بدون منافسين وبدون منافسين، تنطلق مع المركز الأول. تهانينا لمبارك بن سالم الضعيف على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول فيه من بنت الحصان المملوكة للسيد جاسم الزبداني. المركز الثالث وصلت الجزيرة للسيد عبد الله بن محمد المري. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالك قبة مبارك بن حمد الضعيف على الفوز. التوقيت الزمني لحظة الوصول 2:08:27 من الثانية. توقيت مميز لقبة. تهانينا والناموس.